التظاهرات الشعبية، ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة مراسلنا أحمد الحسيني. مرحبا بك معنا أحمد، صف لنا الأجواء في مدينة النجف في ظل الاستعدادات لاستقبال التظاهرات. نعم، هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتظاهر في 25 من تشرين بعد دعوات التهدئة التي حصلت في الأيام الماضية بسبب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أيضا ناشطون روجوا لهاشتاك لا تركب الموجة في منصات السوشيال ميديا في إشارة لرفضهم دخول الأحزاب السياسية في المظاهرات المقبلة. أيضا ناشطون طالبوا بالكشف عن المتسببين باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية أثناء المظاهرات السابقة، واعتبروا الإجراءات الحكومية دون المستوى لتلبية مطالب المحتجين. من جانبها الحكومة المحلية أكدت أنها أرسلت كل المطالب المشروعة للمتظاهرين إلى الحكومة الاتحادية لغرض تلبية تلك المطالب. طيب ماذا عن المهلة التي أعطتها المرجعية للحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين؟ يعني أعتقد أنه هي سوف تنتهي يوم الخميس. نعم، الشارع العراقي يترقب خطاب المرجعية الدينية في يوم الجمعة المقبل، والذي يصادف انتهاء المدة الزمنية التي أعطتها المرجعية الدينية كمهلة للحكومة العراقية بالكشف عن نتائج التحقيق التي لابد أن تذكر من هي الجهات التي أمرت بقمع التظاهرات وتسببت باستشهاد نحو 100 شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية. كذلك تغريدات السيد الصدر الأخيرة كانت رسالة واضحة للحكومة العراقية بأن التظاهرات حق مشروع كفله الدستور العراقي، وأيضا هو تأييد واضح لمطالب المتظاهرين والمظاهرات المقبلة في 25 من الشهر الماضي. طيب أحمد، هل لديك معلومات أنه التظاهر سوف يعني يقتصر على محافظة النجف أم المتظاهرين سوف يسيروا يعني من النجف إلى بغداد؟ هل لديك معلومات بخصوص هذا الموضوع؟ حسب المعلومات التي وردت من قبل الناشطين الموجودين في محافظة النجف الأشرف، فإن المظاهرات ستكون كل محافظة منفردة بمظاهراتها، ولكنها يعني تكون في نفس المطالب وتنسيقيات يعني تقودها وتكون مركزية من قبل بغداد. أحمد الحسيني مراسلنا من النجف، شكرا لك على هذه المعلومات.